السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بجاية لنقف على الأشغال نتاع ازدواجية خط السكك الحديدية الرابط بين مدينة بجاية والخط السكك الحديدية الشمالي على مستوى بلدية بني منصور. هذا الخط اللي فيه 8 محطات، ويبدو أن فيه أشغال انطلقت لإنشاء هذه المحطات أو توسعة المحطات القديمة. وللعلم انه يعني الاشغال تاع هذا المشروع، في المشروع هذا يعني تتمثل في اولا ازدواجيه خط السكك الحديدية، وثانيا في تحسين مسار نتاع الخط هذا، يعني القضاء على المنعرجات الحاده اللي قد تعيق يعني السرعه تاع القطار، وكذلك القضاء على النقاط الخطيره اللي باساج نيفو اللي قد يعني تدير المركبات والسائقين في خطر التصادم. اذا قضاء على هذه النقاط السوداء، واذا والاضافه الى ذلك في اشغال كبيره جدا نتاع شق زوج انفاق، منها النفق هذا اللي تم الانتهاء منه يعني، وكذلك عده منشآت فنيه فوق المجاري المياه وفي يعني نقاط التقاطع مع يعني الطرق البريه. اذا هذه هي، اترككم ان تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.